وزير الأول يترأس اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للوقوف على مستوى تقدم المنظومة الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وزارة الصحة تتسلم مساهمة طبية من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مجهود بلادنا لمحاصرة وباء كورونا. مجهودات تعبئة وتحسيس في جميع ولايات الوطن مع تنوع في الأساليب وتشابه في المضمون. طيب الله أوقاتكم مشاهدينا، أهلا بكم إلى نشرة الثامنة من التلفزة الموريتانية. مرحبا بتا. أهلا إسماعيل. نبدأ نشرتنا ببريد رئيس الجمهورية، حيث وجه فخامته برقية التعزية التالية إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بمناسبة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح صاحب السمو. أخي العزيز، تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ ناصر الصباح الأحمد الجابر الصباح، وإننا إذا نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بصادق التعازي، لنسأل الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهمكم وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وتقبلوا صاحب السمو وأخي العزيز أسمى آيات التقدير، أخوكم محمد الشيخ الغزواني. اجتمعت اللجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان اليوم برئاسة معالي الوزير الأول سيد محمد بلال مسعود للوقوف على مستوى تقدم المنظومة الوطنية في مجال حقوق الإنسان التي تعتبر موضوعا محوريا في تطبيق برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني ولتذليل الصعاب التي تقف دون تنفيذها. وقدم مفوض حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني سيد محمد الحسن والبوخريص للجنة تقريرا مفصلا حول مدى تقدم تنفيذ المعاهدات والالتزامات الدولية التي وقعتها موريتانيا والإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن وتلك التي يترتب اتخاذها لاستكمال المنظومة الضرورية لاحترام حقوق الأفراد خاصة الأطفال والنساء وحمايتهم من الاستغلال والعمل القسري، وأكد تعزيز المحاكم المختصة في قضايا الرق ودعم قدراتها البشرية وتخصص أعضائها. وقد هنأت اللجنة المفوضية على العمل الذي قامت به خلال السنة المنصرمة لتحيين النصوص وتنفيذ بنود المعاهدات ومتابعة التقارير الدورية لتنسجم مع ما تم الالتزام به في هذا المجال، حيث تم تنفيذ ما يناهز 96% من هذه المعاهدات والشروع في العمل بالخطط الوطنية لمكافحة العمل القسري. من الأنشطة البرلمانية، حال مؤتمر الرؤساء بالجمعية الوطنية خلال الاجتماع الذي عقده اليوم برئاسة الشيخ الباية رئيس جمعية وبحضور وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان السيد المرابط البناهي مشروعي قانونين إلى اللجان الفنية المختصة. ويتعلق مشروع القانونين بالجمعيات والهيئات والشبكات وبالملحق المتضمن مراجعة البرنامج التعاقدي المبرم بين الدولة الموريتانية والشركة الوطنية للاستصلاح الزراعي والأشغال السنات للفترة من 2019 إلى 2021. تسلمت وزارة الصحة صباح اليوم بمطار نواكشوط الدولي أم التونسي مساهمة طبية مقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة. تأتي هذه المساهمة في إطار دعم جهود بلادنا في مواجهة الموجة الثانية من وباء كورونا عبر حماية الطواقم الطبية وتعزيز القدرات العلاجية والإنعاشية لمنظومتنا الصحية. المنظومة الصحية في بلادنا تستفيد من 10 أطنان من الإمدادات الطبية وأجهزة الفحص والتنفس والإنعاش إضافة إلى فريق طبي متخصص. مساهمة من دولة الإمارات العربية المتحدة في جهود بلادنا للسيطرة على الموجة الثانية من وباء كوفيد-19. أتشرف اليوم بالحضور مع سعادة السفير وأخي العزيز السيد حمد غانم حمد المهيري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في موريتانيا لاستلام المساعدة السخية في إطار مكافحة جائحة كوفيد-19. تلك المساعدة المتكونة من إمدادات طبية
وأجهزة الفحص والتنفس، والتي تأتي تجسيدا للعلاقات الأخوية التي تربط بلدينا الشقيقين وقائديهما ضخامة الرئيس محمد بن الشيخ الغزواني وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وستساهم هذه المعدات والأجهزة في التصدي الفعال للجائحة مع التحسين من توفير آليات الوقاية للطاقم الصحي والتكثيف من تشخيص الحالات. من أبوظبي إلى موريتانيا حملت هذه المساعدات الطبية الثالثة من نوعها مشاعر أخوة وعززت أطر العلاقات الثنائية بين البلدين في ظرف ألبسته جائحة كورونا خصوصية، وجهت خلاله اهتمام العالم إلى تقوية المنظومات الصحية باعتبارها الدرع الحامية للمجتمعات والشعوب. يشرفني أن أشرف معكم اليوم على تسليم الدفعة الثالثة من المساعدات الطبية المقدمة من دولة الإمارات حققتها موريتانيا في إطار مكافحة فيروس كورونا. وتعكس هذه المبادرة عمق العلاقات الأخوة والتعاون التي تربط البلدين تحت القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وأخيه فخامة الرئيس محمد بن الغزواني. أرجو أن تساهم هذه الهدية في الجهود التي تبذلها الحكومة الموريتانية هذه الأيام التصدي للموجة الثانية من جديد من جائحة كورونا. سيتم توظيف هذه الإمدادات الطبية وفق استراتيجية القطاع الصحي المعتمدة في مواجهة التطورات الصحية والوبائية في بلادنا، بهدف حماية الطواقم الطبية أولا وتطوير مستوى علاج وإنعاش المرضى المصابين بهذا الوباء. اطلع رئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة صباح اليوم رفقة الأمينة العامة للسلطة على توسعة ميناء نواذيب المستقل، ووعد بحال حالة كل المشاكل المتعلقة بهذه التوسعة والمرتبطة بها. كما مثلت أعمال الصيانة المنفذة بالميناء المحطة الثانية من زيارة رئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة لميناء نواذيب المستقل. يعتبر ميناء نواذيب المستقل البوابة البحرية لعاصمتنا الاقتصادية وجسر التبادل الاقتصادي بين نواذيب وعواصم العالم، ويستأثر الميناء بأغلب الشركات والمؤسسات ذات البعد الاقتصادي، ويعتمد في ذلك على ميناء كبير شهد توسعة جديدة بلغت حوالي هكتارين ليتمكن بذلك من زيادة طاقته الاستيعابية، وبالتالي يعطي الاقتصاد الوطني دفعا جديدا إلى الأمام. ولمواكبة هذا التطور الذي يشهده الميناء، وقف رئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة السيد محمد علي ورسيدي محمد رفقة الأمينة العامة للسلطة على مختلف أجنحة الميناء والشركات والمؤسسات العاملة به، حيث تلقى شروحا حول عمل الميناء بصفة عامة وطاقته الاستيعابية ومختلف التوسعات التي شهدها. وخلال هذه الزيارة اطلع رئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة على العمليات الجارية لصيانة الميناء بشكل يجعله على أتم الجاهزية لاستقبال السفن من مختلف الأشكال والأحجام، وهي الأشغال التي تدخل في إطار تنفيذ خطة متكاملة للصيانة الدائمة لميناء نواذيب المستقل. مستعدين لمواكبة هذه المجهودات بإذن الله تعالى، إياك نحسنوا من هذا المعبر الاستراتيجي والنقطة العبور الاستراتيجية باش يعود هذا الميناء يقدر ينافس الموانئ شبه المنطقة. وبإذن الله تعالى هذه التحسينات المنوط بها عملنا له يزيدوا من الطاقة الاستيعابية لهذا الميناء، ياك يعود يقد يتجاوب ويتعاطى مع مستلزمات الموانئ اليوم. في هذه الظرفية الموانئ عادوا يطلبوا ياسر، وبإذن الله تعالى سيكون في غضون 6 أشهر 7 ليتغير الواجهة الرصيف في نواذيب المستقل بإذن الله تعالى. توسعة الميناء الجديدة شكلت بدورها محورا هاما من زيارة التقييم هذه، حيث وقف رئيس سلطة منطقة نواذيب الحرة على ما تم إنجازه والإكراهات التي تواجه التوسعة الجديدة لميناء نواذيب المستقل. رئيس المنطقة الحرة قد اطلع على مختلف المنشآت والبنى التحتية التابعة للميناء من خلال هذه زيارة العمل، بعضها في حيز الإنجاز وبعضها قد تم بالفعل إنجازه، متعلقة خاصة بتوسعة ميناء نواذيب المستقل.
وأيضا اطلع على مشروع إعادة تأهيل الميناء التجاري الذي هو في طور البداية. نتشرف اليوم بزيارة رئيس المنطقة الحرة الذي قام مباشرة بزيارة الميناء لتطلعه على حيثياته ليجد شروحا تفصيلية عن الخصائص الفنية للميناء من حيث سعة استقبال السفن التجارية وكذلك السفن الصيد. وبهذه الزيارة الميدانية تكون سلطة منطقة وادي بوالحرة قد قطعت شوطا هاما لرسم خارطة طريق لتطوير أكبر وأهم موانئ العاصمة الاقتصادية للبلاد. لقناة الموريتانية عبد الله الزبير وذيبو. احتضنت قاعة الاجتماعات بمقر القيادة العامة لأركان الجيوش الوطنية صباح اليوم الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة الموريتانية المغربية. ترأس الاجتماع قائد أركان العامة للجيوش الفريق محمد بومبا مقت رفقة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفريق أول عبد الفتاح الوراق، وذلك بهدف تعزيز التعاون في المجال العسكري والأمني بين بلادنا والمملكة المغربية. على أنغام الموسيقى العسكرية استقبل القائد العام لأركان الجيوش الوطنية الفريق محمد بومبمقت ضيفه المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفريق أول عبد الفتاح الوراق الذي يؤدي زيارة عمل لبلادنا تدوم 3 أيام. قد استعرض القائد العام لأركان الجيوش الوطنية رفقة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وحدات عسكرية أدت لهما تحية الشرف قبل أن يقدم التحية لكبار الضباط بالقيادة العامة لأركان الجيوش الوطنية. وفي قاعة الاجتماعات بمقر القيادة عقد القائد العام لأركان الجيوش الوطنية رفقة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية جلسة عمل تدخل في إطار انعقاد الاجتماع الثاني للجنة العسكرية المشتركة الموريتانية المغربية. يهدف الاجتماع الثاني من نوعه بين الجانبين إلى تعزيز علاقات التعاون العسكري الموريتاني المغربي في مختلف المجالات العسكرية والأمنية وآفاق تطوير وتنمية هذا التعاون مستقبلا. اللقاء حضره قائد أركان البحرية الوطنية ومدير العتاد بقيادة الأركان العامة للجيوش وقائد المكتبين الثاني والثالث بقيادة الأركان العامة للجيوش بالإضافة إلى عدد من الضباط بقيادة الأركان والوفد المرافق للمفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية. أعلنت الإدارة العامة للصحة العمومية مساء اليوم خلال النقطة الصحفية اليومية الوضعية الوبائية في بلادنا خلال 24 ساعة الماضية. وقد تميزت هذه الوضعية اليوم بتسجيل 149 إصابة جديدة وخمس وفيات. خلال 24 ساعة الماضية تم تسجيل 149 إصابة جديدة، من ضمنها 19 من المخالطين و130 من الإصابات المجتمعية وصفر حالة مستوردة. تم كذلك تسجيل خلال 24 ساعة الماضية 134 حالة شفاء، وللأسف تم تسجيل 5 وفيات. نسأل الله العلي القدير لهم الرحمة والغفران. بلغ إجمالي الإصابات منذ بداية الوباء 12567، من ضمنها 8605 من المخالطين و3777 من الحالات المجتمعية، كذلك 185 من الحالات الوافدة. منذ بداية الوباء تم تسجيل 8843 من حالات الشفاء، كذلك تم تسجيل 286 من الوفيات. نسأل الله لهم الرحمة والغفران. تبلغ الحالات النشطة اليوم 3438، من ضمنها 3284 حالة بدون أعراض، 90 من الحالات بأعراض خفيفة، و 64 بحالة حرجة. نسأل الله لهم الشفاء. تم خلال 24 ساعة الماضية تسجيل 3
إصابات جديدة في مدينة تنبتغة، 5 في العيون، 1 في الطينطان، 2 في نواذيبو، 2 في قجوجة، 14 في الكسر، 64 في تفرق زينة، 10 في دار النعيم، 13 في تيارت، 7 في توجونين، 18 في عرفات، إصابتان في الميناء وإصابتان على مستوى مقاطعة الرياض. خلال ال 24 ساعة الماضية تم إجراء 1084 فحص جديد، من ضمنها 166 من فحوص المتابعة و 918 من فحوص التشخيص، موزعة على 582 من فحوص تدعير و 336 من فحوص PCR. خلال ال 24 ساعة الماضية كذلك تم إجراء 105 من الفحوص الجديدة على مستوى الحوض الشرقي، 56 على مستوى الحوض الغربي، 48 في العصابة، 16 في غورغول، 31 في البراكنة، 22 في ترارزة، 13 في أدرار، 51 في داخلة نواذيبو، 14 في تقانت، 23 في قيتماقة، 17 في تير الزمور، 26 في إنشيري. 482 فحص جديد تم إجراؤها على مستوى نواكشوط الغربية، 109 على مستوى نواكشوط الشمالية، و 71 فحص جديد على مستوى نواكشوط الجنوبية. بلغ إجمالي الفحوص منذ بداية الوباء 133,513، من ضمنها 19,178 من فحوص المتابعة، و 114,335 من فحوص التشخيص، موزعة على 92,573 من الفحوص السريعة تدار، و 21,762 من فحوص PCR. دخل حظر التجوال المنظم في إطار حزمة الإجراءات الوقاية من تفشي الموجة الثانية من وباء كوفيد 19 أسبوعه الثاني. تتابعون الآن مشاهدينا صورا مباشرة من بعض شوارع ولاية نواكشوط الشمالية، وبالتحديد من مقاطعة تيارت، حيث تنتشر السلطات الأمنية التي تشرف على تطبيق هذه الإجراءات في الشوارع والأحياء. إذن هذه الصور تأتينا مباشرة من بعض شوارع مقاطعة تيارت التي تتمركز بها وحدات من قوات أمننا التي تشرف على تطبيق حظر التجوال، وترصد هذه الصور مدى التزام السكان أو مخالفتهم للإجراءات الاحترازية وحظر التجوال. إذن صور مباشرة كما أسرفنا تأتيكم من مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية. للوقوف أو قبل ذلك طبعا نشاهد الصور كما أسلفنا من ولاية نواكشوط الشمالية مقاطعة تيارت تحديدا، حيث تسهر السلطات هناك على التزام المواطنين بتطبيق حظر التجوال. للوقوف أكثر على أجواء هذا الحظر على مستوى نواكشوط الشمالية انضم إلينا من مقاطعة تيارت محمد البديدي. بديدي، كيف كانت مشاهداتك خلال تجولك في مقاطعة تيارت خلال الساعات التي مرت على بدء سريان حظر التجوال؟ إسماعيل، الشوارع مقاطعة تيارت خلال الساعات الأولى من بدء سريان حظر التجول الذي يبدأ ابتداء من الساعة 6 مساء، هناك تجاوب كبير ملاحظ ولافت أن الشوارع بدأت خالية، أن المواطنين هنا أخذوا أمكنتهم، أن أفراد رجال الأمن الذين يسهرون على تطبيق هذا الإجراء الذي يعتبر الإجراء الأبرز ضمن حزمة الإجراءات كذلك أخذوا أمكنتهم. ولاية نواكشوط الشمالية حيث يشرف قطاع الدرك الوطني على تطبيق إجراء حظر التجوال طبعا يتواجد في هذه الولاية بمقاطعاتها، وفي مقاطعة تيارت حيث نوجد الليلة يسهر على تطبيق هذا الإجراء بشكل صارم وبشكل يعني لا مجال ولا مساومة لأي مخالفة في هذا الإطار. طبعا هذا ما يعمل عليه قطاع الدرك الوطني هنا على مستوى هذه المقاطعة، كذلك تواجد لقطاع أمن الطرق عند ملتقيات الطرق في هذه المقاطعة. يمكن القول إسماعيل أن بدأ التجاوب يكون جلي وواضح لسكان هذه المقاطعة بخصوص هذه الإجراءات. بالعودة إلى شق آخر متعلق بالإجراءات الأخرى ليس حظر التجول، نتحدث هنا عن الجهود التي تقوم بها السلطات الإدارية والأمنية على مستوى مقاطعة تيارت. كذلك هذه الجهود تتمثل في أن المقاطعة والسلطات الإدارية فيها قامت بالتعاون مع بلدية تيارت
بحملة تعقيم واسعة شملت مختلف المرافق العمومية في هذه المقاطعة، كما أن بسوق المقاطعة السوق تيارت لجنة دائمة تسهر على تطبيق هذه الإجراءات ورصد المخالفين لها وتقريمهم وتقديم العقوبات الرادعة لهم. في المجال الصحي إسماعيل، المركز الصحي على مستوى المقاطعة يستقبل الراقبين في إجراء الفحوصات ومن لديهم أعراض لهذا المرض. طبعا المقاطعة سجلت أعداد من هذا المرض خلال الموجة الأولى وخلال هذه الموجة الثانية. هناك الإجراء الآخر المتعلق بالبيان الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية المتعلق بنزع الأفرشة وتعليق صلاة الجمعة واختصار الصلاة في المسجد على الإمام والمؤذن. كذلك السلطة الإدارية هنا تسهر مع لجنة أخرى تتابع هذا الموضوع وتسهر على أن يكون هو السيد هو النافذ والموجود والمطبق في هذه المقاطعة. كذلك لن ننسى الدور الذي يقوم به المجتمع المدني بالتعاون مع السلطات الإدارية. هناك منظمات المجتمع المدني تقوم بعمليات التعبئة والتحسيس، وأثبتت التجارب السابقة أن التعبئة والتحسيس هما الكفيلان بالحد من انتشار هذا الوباء، لأن توعية المواطنين وتثقيفهم بخطورة هذا الوباء هو الكفيل بأن يجنب البلاد المزيد من الأعداد المسجلة في هذه الموجة. على أي حال يمكن القول إسماعيل أن مقاطعة تيارت بدأت تسير في الركب وفي التوجه العام، وبدأ هناك تجاوب كبير وملاحظ ينعكس ويشاهد جليا بدون عناء. إذن كل شكر لك زميل محمد البديدي، كنت معنا من مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية. تتباين آراء المواطنين في مقاطعة تيارت حول الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من تفشي جائحة كورونا المستجد. ومع ذلك يتوافد العشرات على المركز الصحي هناك لإجراء اختبارات كوفيد 19 وسط إجراءات احترازية صارمة في الوسط الصحي. يلعب المركز الصحي بمقاطعة تيارت دورا كبيرا في تطبيق الإجراءات الاحترازية من كوفيد 19، ففيه تنتظم طوابير المواطنين الراغبين في إجراء فحص كورونا المستجد. العشرات قدموا من مختلف أرجاء مقاطعة تيارت للإطمئنان على وضعياتهم الصحية بعد أن تجاوزوا حواجز الخوف. أنا خايف على راسي وخايف على أهلي اللي معاهم، نبقي نعرف إذا كان الوباء بي ولا ما هو بي. اللي أقلع لي أقلع اللي لا يقلع لي الأهلي، سوف نختار العاد فين عاد بعض احترازات عن الوباء يعطينا خير لسلامتهم هم وسلامة الناس اللي تجيهم. وغير بعيد عن المركز الصحي تفرض الإجراءات الوقائية على السوق ومرتاديه، ضربت حواجز حديدية لمنع دخول السيارات، وتفاوت تمسك المواطنين بالإجراءات الاحترازية وسط وجود أماكن للوقاية من الفيروس الفتاك. هذه إجراءات إن شاء الله كورونا إن شاء الله خايفين منها إن شاء الله، والناس طبق إجراءات إن شاء الله حذر، وما شاء الله فتبارك الله الناس مدير الكمامات وملتزمة واللي حدودها في قضية اللي جاها به الأمر اللي جاها به إن شاء الله، والناس واعية تبارك الله الأمور ومجنبة الأحوال كاملة بقضية اللي قالت الحكومة من إجراءات كاملة الاحترازية تبارك الله توخي الحذر. مقابل ذلك يرى البعض أن جزء من سكان المقاطعة لا يولي بالا للإجراءات المتخذة. حكومة ما هي باخلة شيء من قدها، يقال الشعب ما هم معاونة في راسه حقيقة. هذا هي أنا واحدة من أهل السوق هم، وشفت ذاك اللي يعدلوا السوق كاسهم واحد يتبادلوه من التاء، يشرب ذاك كاس ويصب ذاك ويشرب في الكاس، سويتهم واحدة من الماء داري فيها كار يغرف ذاك ويشرب ويغرف ذاك ويشرب. وبين تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدمه تستمر مقاطعة تيارت في تسجيل المزيد من الإصابات بفيروس كورونا، وضعية تتطلب توعية أكثر للمجتمع بخطورة فيروس لا يرى بالعين المجردة وما زال البعض يشكك في وجوده. وللوقوف على الإجراءات المتخذة على مستوى أسواق مقاطعة تيارت ونقاط تجمع المواطنين فيها، نستضيف لكم حاكم المقاطعة سيد محمد محمود محمد عبد الله يوسف. أهلا وسهلا بك محمد محمود معنا في هذه النشرة.
السيد الحاكم، هل ترون أنكم استطعتم ضبط إيقاع الحركة في الأسواق وأماكن تجمع المواطنين بحيث تحدون من ظاهرة الاكتظاظ في هذه الأماكن؟ أهلا وسهلا، مساء الخير. بدء أن نشكر التلفزة الموريتانية على إتاحة الفرصة وكذلك على مواكبتها الجهود المبذولة من طرف السلطات الإدارية من أجل الحد من انتشار هذا الوباء. وبالعودة إلى سؤالكم، نحتاج إلى وضع تصور الناتج عن الخطة اللي تم وضعها من خلال سلسلة القرارات اللي صدرت عن السلطة العليا ممثلة طبعا واصلة إلينا من طرف معالي وزير الداخلية واللامركزية ثم والي الولاية. فورا تلقينا تلك التعليمات والقرارات اللي صادرة عن اللجنة العليا برئاسة معالي الوزير الأول، تم وضع خطة تشاركية على مستوى المقاطعة شارك فيها المجتمع المدني والجهات المعنية كاملة من أجل حد من انتشار الوباء. هذه الخطة تمركزت على ثنائية، شق منها يتعلق فيما يتعلق بالتحسيس، وجانب منها يتعلق بتنفيذ الإجراءات، إجراءات الناتجة عن القرارات الصادرة عن السلطة العليا. هذه القرارات تمثلت منها في وضع لجان تشد قلع على أساس مرابطة بشكل دائم على مستوى السوق من أجل ضبط والي جين السوق بشكل عام، ومن أجل السهر على التأكد من ملاك المحلات التجارية داخل السوق عنهم ملتزمين بذيك التوصيات الناتجة عن الجهات العليا. وهذا موجود له لجنة بشكل دائم في السوق تسمى لجنة اليقظة، من خلال وضع منافذ يتم الولوج للسوق من خلالها. موجود عناصر أمن وعمال موجودين، كل والج سوق لابد يتم التأكد من على أنه داير كمامة، وعلى أنه أصحاب المحلات هم اللي كذلك واضعين كمامات وعندهم معقمات. من خلال هذا نعتبره على أن فهم تقدم جيد. هذا التقدم نعتبره على أنه من خلال تقريبا من بداية الوباء إلى اليوم تم تسجيل تقريبا وتم 4356 فحص، بالإضافة لأن الحمد لله عدد الإصابات ما تخطى تقريبا 1009، والوفيات في ذي المرحلة الثانية كانت لله الحمد حالة وفاة واحدة نترحم عليها. وهذا نعتبره لأنه آتي من خلال السهر على ذيك القرارات اللي ناتجة عن الجهات العليا، اللي يجب للجميع لأنه من خلال أيضا الأجهزة الأمنية اللي ترابط مساء على المحاور الطرقية ومن أجل الحد من الحركة ومن خلال تنفيذ القرارات بشكل فوري. طبعا على هناك لجان مولي في إطار الآخر، لجان للتحسيس تشتغل على محاور طرقية وتشتغل على التوصيل من خلال المحلات ومن خلال الناقلين ومن خلالهم من أجل إلزامهم بذيك القرارات اللي يتم إصدارها. وطبعا نعول على الله سبحانه وتعالى على جانب التوعية، لا أنكر على أن هناك عوائق من خلال مستوى الثقافي لدى المواطنين ومن خلال وضعية السوق المركزي في المقاطعة في الاتجاه الشمالي، بحيث على أنه يشهد اكتظاظ أكثر من الاكتظاظ الطبيعي نتيجة لأن أهل دار النعيم تقريبا وأهل الولاية الشمالية يختاروه بحكم على أنه وهذا ناتج شوي عنه طاقة زائدة عن طاقة الاستيعابية للسوق. ومع ذلك الحمد لله نعتبر على أن الجهود المبذولة على أنها مؤدية النتيجة، ونختار من خلال هذه السانحة نوجه رسالة للمقاطعة كاملة على أن أحسن سلاح لمواجهة الوباء اللي هو حتى اللحظة يتم من خلال التوعية والتحسيس ومن خلال التنفيذ الحرفي لتلك الإجراءات الصادرة عن اللجنة العليا باعتبارها هي صمام الأمان. محمد محمود، محمد عبد الله يوسف، حاكم مقاطعة تيارت، شكرا جزيلا لكم، كنتم معنا في هذه النشرة. أشرف والي غورغول صباح اليوم في مدينة كهيدي على إطلاق قافلة تحسيسية متوجهة إلى كافة أنحاء الولاية لتوعية السكان حول خطورة جائحة كورونا. يشارك في هذه الحملة عدد من المنظمات الدولية العاملة في الولاية وبعض الجمعيات الشبابية. دعم للجهود التي تبذلها ولاية غورغول في مجال التحسيس حول خطورة فيروس كورونا يأتي الإعلان عن تنظيم حملة تحسيسية بمبادرة من المنظمات الدولية العاملة في ولاية غورغول والجمعيات الشبابية بالولاية. وخلال اجتماع انضم ممثلي الجمعيات المشاركة في الحملة والمنتخبين ورؤساء المصالح، أبرز والي غورغول أهمية هذا النشاط في زيادة وتيرة التحسيس والتوعية. نحن نجتمع اليوم في إطار اللجنة الجهوية للتحسيس والتوعية
حول جائحة كوفيد 19 في ولاية غرغل، وسيتم فور انتهاء هذا الاجتماع المبارك بحول الله مواصلة نشاطات التحسيس التي تم منذ بداية الجائحة العمل على استمرارها بشتى الطرق والوسائل. ولا يفوتني هنا أن أذكر بهذه المناسبة أهمية الدور الذي طلعت به المنظمات غير الحكومية على مستوى الولاية، وأشكرهم جميعاً وخاصة المنظمات الدولية الناشطة في الولاية على مواكبتها لجهود الدولة في هذا المجال واستجابتهم السريعة لطلب المساهمة في حملات التحسيس والتوعية، وضرورة إسناد مهمة التنفيذ الميداني للمنظمات الشبابية على أن يكون هذا النشاط التحسيسي شاملاً لجميع سكان مدن وقرى والتجمعات الولاية. رئيس المجلس الجهوي بغرغل السيد باامد شكر المنظمات الدولية على استجابتها السريعة لدعم جهود الولاية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتحسيس ساكنة. وبدوره ثمن عمدة كيهيدي السيد طهر برجو هذه المبادرة، مطالباً المشاركين في الحملة بالتركيز على الأسواق خاصة في مدينة كيهيدي. والي غرغل السيد أحمد نورسي دوبا أعطى إشارة انطلاق قافلة تحسيسية منظمة في إطار هذه الحملة، وستجوب هذه القافلة كافة مقاطعات الولاية على مدى أيام، حيث تم توزيع الفرق على أنحاء الولاية وتم تزويدها بوسائل التحسيس وأدوات النظافة والتعقيم. اليوم ساهموا مساهمة في تحسيس للوباء اللي ينقالوا كوفيد 19 اللي عالمي، ومبادرة من تحت إشراف والي غرغل لا تنطلق اليوم إن شاء الله هو حملة شاملة في الولاية من أجل التحسيس في الوباء اللي هو وخلق مولي. بالمناسبة تكوين المجموعة من الشباب الولاية كانهم يساهموا مساهمة مولي قيم. وينتظر أن تساهم هذه الحملة في رفع مستوى التحسيس والتوعية لسكان غرغل وخلق وعي صحي حول خطورة الموجة الثانية من جائحة كورونا. محمد علي سالك لقناة موريتانيا، مدينة كيهيدي. الآن ننتقل إلى شبكة مراسلنا في الداخل، حيث ينضم إلينا من مدينة كيهيدي مدير مكتبنا محمد علي السالك، ومن مدينة النعمة ينضم إلينا أباه بيري واليدالي من أطار الشيخ والحميدي. لو بدأنا معك محمد علي، محمد علي، أين وصلت الإجراءات التحسيسية والتعبوية على مستوى ولاية غرغل؟ نعم زميلي إسماعيل، بدأت وتيرة التحسيس والتوعية ترتفع هنا في مدينة كيهيدي هذا الصباح، حيث تم إطلاق حملة كبيرة بمشاركة منظمات الدولية والجمعيات الشبابية الناشطة على مستوى ولاية غرغل. والي الولاية أحمد نورسي دبا أعطى إشارة انطلاق هذه القافلة، ستجوب جميع مقاطعات الولاية كذلك البلديات والقرى والتجمعات السكنية. إذن ستدوم أسبوع في بعض المقاطعات نظرا لحيزها الجغرافي وعددها السكاني كذلك، وأربعة أيام إلى خمسة في بعض المناطق الأخرى. الوضعية الصحية هنا على مستوى ولاية غرغل طبيعية منذ بداية الجائحة، الموجة الثانية من هذه الجائحة تم تسجيل 9 حالات، 6 تم شفاؤها و3 في وضعية صحية جيدة ولله الحمد، حسب ما لدينا من معلومات من السلطات الإدارية وكذلك السلطات الصحية هنا على مستوى ولاية غرغل. محمد علي ولسالك مدير مكتبنا في كيهيدي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من هناك. نتحول إلى ولاية ترارزا، حيث عرف مركز تيكان الإداري تشديدا في تطبيق الإجراءات الاحترازية ضد تفشي جائحة كورونا في موجتها الثانية. يتم التركيز أساسا على تعبئة مرتادي الأسواق في وقت تراقب فيه الطواقم الطبية الوضع الصحي عن كثب في هذه المنطقة أو المنطقة الحدودية. تيكان هو مركز إداري حدودي يقع على ضفة النهر ويدخل ضمن الحيز الجغرافي لولاية ترارزا. تعرف أسواقه بشكل منتظم وملفت التعاطي مع جائحة كورونا، وقد يعود ذلك الإحساس والتجاوب إلى نسبة تعداد سكان المركز والرعب من أي خطر يتعلق بالأرواح، أمور ساهمت في وعي سكان تيكان بالجائحة، إضافة إلى عمل لجان التحسيس والتعبئة التي شكلتها سلطاته الإدارية. نحن أهل تيكان
كل مارس كل مارس كل بلد درتنا فيهم درتنا فيهم مغسل للناس سي صعبك تعدل سي قبل صابو وصلي ايدك حتى تمشي تلول هوت لان تلول سلاي للول قيسو بلك لا تمركو بلك بلك ديرو مغسل في فم دار حد دخلوا يعني اسلوا ايدها حمد المولانا وشاكرين له سلكنا مولانا من المرض اللي انقال والانقال انه فرن عدلوه نجيبوا مغسل ونجيبوا صابون وعمو ونظلوا نغسلوا هون بايدينا ونبالوا ما شاء الله حمد المولانا وشاكرين له وكبارنا هون معسينا حتى والبوليس اللي هون معسينا والحاكم عسسنا ومولانا سلكنا من قرانا. نحن نساء تيكان بحاجة للكثير من الكمامات والمعقمات، نطالب بالعون من الجهات المعنية ونطلب من الله تعالى أن يرفع عنا البلاء بأسرع وقت. المركز الصحي بالمركز الإداري تيكان تعمل فيه الطواقم الطبية وتلعب أدوارها بشيء من المسؤولية وأخلاق المهنة وتعامل مع جائحة كورونا، وفقا لبروتوكول وزارة الصحة وحجم المركز يفرض تطبيق الإجراءات الاحترازية الضرورية حفاظا على سلامة زواره. عندنا إجراءات نتبعوها خلال هذه الموجة الثانية من الوباء، فيها إجراءات خارج المركز الصحي في الدائرة الصحية كاملها، هي إجراءات توعية وتحسيس للسكان. أما تجاه جانب هو الجانب العلاجي، عندنا دائما عن المريض من يجي للمركز الصحي عندنا نقطة فرز في مدخل المركز الصحي. نقطة الفرز يتم من خلالها فرز المرضى اللي عاد المريض عليه أعراض والله حمى والله شكينا فيه، فما تياها مدخل خاص به نعدلوا له على أساسه الفحص. بعد من نفوت نعدلوا الفحص إن إلى اللي عاد فحص موجب نعود يك ساعة نتخذ معه الإجراءات المعهودة، إلى اللي عاد الفحص سالب يعود نشوفه مولين قرصوا كان هم أعراض أخرى، لعاد ما فهم شيء نعتبره كشخص سليم وتتم المعاينة بشكل طبيعي. هدوء بمركز تيكان الإداري تسيطر عليه إجراءات الوقاية الصحية من فيروس كورونا الذي لا يزال خطرا ورعبا ينذر ويتوعد البشرية جمعاء. قناة الموريتانية محمد بن بلال مركز تيكان الإداري. في ولاية الحوض الشرقي قام والي الولاية السيد الشيخ عبد الله اللواه بزيارة تفقد واطلاع للمستشفى الجهوي بمدينة النعمة للوقوف ميدانيا على مدى جاهزيته لاستقبال المرضى المصابين بكوفيد 19، حيث قام الوالي بجولة داخل الجناح المخصص لمرضى المصابين بالفيروس وتفقد قسما آخر احتياطيا إذا دعت الحاجة. واستمع الوالي لشروح الطبيب الرئيسي حول جاهزية المستشفى للتكفل بالمصابين ورعايتهم. وقد تحدث والي ولاية الحوض الشرقي بعد زيارته للمستشفى الجهوي بمدينة النعمة عن الجهود المبذولة لضمان ولوج المصابين إلى الخدمات الصحية الضرورية. زيارة الوالي اليوم كانت للإطلاع على مدى جاهزية المستشفى لاستقبال جميع الحالات، وأكدنا له مدى جاهزية المستشفى هون لاستقبال جميع الحالات. الوحدة المسؤولة عن متابعة المرضى المصابين بكوفيد قلت لك فيها قدرة الاستيعابية 11 سرير من المرضى اللي عندهم أعراض خفيفة ومتوسطة وأربعة سرة للحالات الحرجة. المستشفى جاهز 24 ساعة ل 24 ساعة للتكفل بحالات الناجمة عن كوفيد. يبدو أن هذا رئيس المركز الصحي ومدير مستشفى مدينة النعمة وليس والي ولاية الحوض الشرقي كما أسلفنا. في الحوض الشرقي دائما قامت السلطات الإدارية والأمنية والمحلية وهيئات المجتمع المدني في مدينة باسكنو بزيارة تحسيسية حول خطورة تفشي جائحة كورونا في موجته الثانية. وشملت عملية التحسيس والتعبئة هذه السوق المركزية وسوق المواشي، حيث تم توزيع كميات من الكمامات على الباعة والمتسوقين من طرف الشباب المتطوعين.
في الجنوب الشرقي من ولاية الحوض الشرقي تقع مدينة باسكنو ذات الكثافة السكانية والموقع الجغرافي الحيوي. اليوم كان سوقها المركزي وسوق المواشي وجهة السلطات الإدارية والمحلية والأمنية وهيئات المجتمع المدني لتحسيس الباعة والمتسوقين بأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية وتفقد مدى التزام المواطنين بها. وضعنا خطة تحسيسية مهمة تتركز أساسا على أن أغلبية التجمعات في مقاطعة باسكنو تكون في الأسواق الأسبوعية، وبالتالي كان من الضروري استهداف تلك التجمعات بحملات تحسيسية قمنا بها كسلطات إدارية رفقة السلطات الأمنية والبلدية، وقمنا اليوم بجولة أخرى داخل في هذه سلسلة الجولات التي نقوم بها. اتضح لنا أن الناس تتجاوب مع الإجراءات وترتدي الكمامة وتقوم بتلك الإجراءات كلها وتلتزم كذلك بحظر التجول، وفي المخيم أيضا هناك عملية تحسيس واسعة بيت بيت تقوم بها لجان مشكلة لهذا الغرض. عمدة بلدية باسكنو ثمن جهود السلطات في رسمها للخطة الصحية الهامة التي حدت من انتشار الوباء لحد الساعة، منوها بالدور الذي قامت به البلدية في هذا الصدد. الرسالة وصلتهم والتحسيس وصلهم، يبدو لي فمش من الناس دائما يعود أكثر اهتمام برواية من واحد يا غير بعد الرسالة وصلت والناس اهتمت بها، وقلنا لهم الوسيلة الوحيدة والمخرج الوحيد خالق الله لجراء هذا وباء لا دواء له، وعندنا من شيء إلا الإجراء. الناس كاملة هم اللي عاد واضح لها وفهمتوا وعرفتوا والوقاية آخر من العلاج. هيئات المجتمع المدني كثفت جهود التحسيس في المدينة لتشمل ضواحيها، كما قاموا بتوسيع أعداد كبيرة من الكمامات المحلية الصنع. الناس لا فيها واحدين يقد يعودوا ما فاتوا قبال وصلتهم الرسالة، يغير احنا متباركين على طريقة نقنعوهم بها، والحمد لله لقينا تجاوب كبير من لدن الساكنة، وكذلك كرس ذاك لتوزيع الكمامات اللي دور تشوفوا اليوم هون في السوق وبادئين فيه ذاك توزيع، والحمد لله الناس بدأت تفهم خطورة هذا الوباء وبدأت تفهم على أنها موجة حادة، واحترمت مولي ذيك الإجراءات الاحترازية كاملة الحمد لله بما فيها حظر التجول. الناس تلقائيا عادت تقعد في بيوتها ما قالت لها. مدينة باسكنو ونظرا لكونها مقاطعة حدودية ويقع بها مخيم للاجئين تشكل عمليات التحسيس بها تحديا بارزا، ما حدا بالسلطات بأخذ ذلك في الاعتبار وعملت على إشراك جميع الفاعلين بغية الوصول لحملة محلية شاملة تعبئ جميع السكان بأهمية الحماية من الفيروس. بهبيري اليدالي، قناة الموريتانية، مدينة باسكنو. معنا أو يبقى بالأحرى معنا باه بيري ولليدالي، لكن من مدينة النعمة. باه، زرت مقاطعة باسكنو، كيف رصدت أو يعني قرأت تعاطي السكان مع تعليمات ضد تفشي جائحة كورونا؟ نعم، المواطنون على مستوى مدينة باسكنو يتجاوبون بشكل إيجابي مع هذه الحملات التحسيسية التي قامت بها السلطات الإدارية والمحلية هناك على مستوى المدينة. ما يميز مدينة باسكنو هو تعدد المجتمع المدني وهيئات الغير حكومية التي تنشط في داخل المدينة وضواحيها من أجل تحسيس المواطنين حول خطورة هذه الجائحة. خلال تجوالنا داخل المدينة شاهدنا الكثير من التجمعات ومن الهيئات الغير حكومية الشبابية التي تنشط في المجتمع المدني، بالإضافة إلى الخطة التي وضعتها السلطات الإدارية هناك على مستوى مدينة باسكنو، أيضا بالتشاور مع الخطة التي طرحتها البلدية ومختلف الفاعلين هناك على مستوى مدينة باسكنو، إذ شاهدنا الكل يشارك في هذه الحملة التحسيسية التي كانت شارك فيها أئمة المساجد، شارك فيها جميع الفاعلين
فاعلين سياسيين ورؤساء المصالح والاجتماعيين والاقتصاديين إلى غير ذلك من الفاعلين على مستوى هذه المدينة. يتباين التقيد بهذه الإجراءات الاحترازية، نشاهد بعض من عدم التقيد بها لكن طفيف إلى حد ما، والكثير من المواطنين عندما تحدثنا معهم يعون جيدا خطورة هذا الفيروس ويحاولون الاحتراز منه، ولم نسأل أحدهم إلا وقال لنا بأن الحملات وصلت وبالتالي يعي جيدا خطورة هذا الوباء. وبالتالي الأمور في مدينة باسكنو تسير وفق ما خطط لها من قبل السلطات الإدارية والمحلية والمجتمع المدني داخل هذه المدينة. كنت معنا من مدينة النعمة. لأن قبل أن نواصل النشرة نشكر زميل سلمو الحميدي الذي رافقنا طيلة ما مضى منها بلغة الإشارة. إلى ولاية العصابة، حيث تستمر حملات التوعية والتحسيس ضد مخاطر فيروس كورونا في مدينة كيفا. في هذا الإطار قام والي الولاية اليوم بزيارة ميدانية لأسواق المواشي مواصلة لمجهودات التوعية والتحسيس. وتشهد أسواق المواشي في المدينة إقبالا كبيرا قد يصل إلى ازدحام يستحيل في ظله الحفاظ على التباعد الاجتماعي المطلوب في هذه الظرفية. سعيا من السلطات الإدارية في مدينة كيفا لمعرفة مدى التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، زار والي الأصابة سيد محمد الأحمد مولود أسواق بيع المواشي في المدينة. تأتي هذه الزيارة في وقت تشهد فيه هذه الأسواق ازدحاما يوميا بين الباعة والمتسوقين أثناء عملية البيع. وبالإضافة إلى السوق المركزي لبيع المواشي، شملت الزيارة عدة نقاط أخرى داخل المدينة. وأكد الوالي في حديثه مع الباعة ضرورة التمسك بالإجراءات الاحترازية تفاديا لنقل الفيروس. عدنا اتصال مباشر بالساكنة والله بالمسوقين هون، ياكلنا نطلعوهم على الإجراءات اللي تم اتخاذها من طرف السلطات العمومية، ياكلنا حدوا من هذا الوباء والله بعد نبطئ من تسارع انتشاره، وما قد يصح ما ولينا يعتمد بالإجراءات اللي مطلوبة لتبدأ بغسل الأيدين ودينان الكمامات والتباعد الاجتماعي والتعقيم الأماكن اللي محتمل أنها تقعد مهلا المصابة، بإضافة إلى تقليل من التجمعات به المربط أصلنا مركز للتجمعات. وقد بدأ من خلال المشهد تجاوب المواطنين مع الإجراءات المتخذة لمنع تفشي الفيروس في موجته الثانية، بيد أن الآراء تتفاوت في تفهم خطورة وباء كورونا. الواقع قطعا أنه يعرفه أنه وباء، وهو يعرفه أنه مثلا تفو به، ويا الله رجاج الله يحفظ من اسمه الحضر. بعض الأحياء نشوفوها لا ملتزمة بأكل، هو لا ملتزم بالاكل، لا لك هو كله مثلا منين ذاك يروق الثاني على التباعد، يروق على قطعا كمامه، يروق على ياسين والساي. احساس بخطوره الوباء وطرق الوقايه منه يظل مرتبطا باستمرار نشر التوعيه والتحسيس من اجل شد وثاق الفيروس دون المزيد من الانتشار في موجته الثانيه. محمد لميل هادي، قناه الموريتانيه، مدينه كيفا. نبقى في مدينة كيفا، حيث ينضم إلينا من هناك المندوب الجهوي لوزارة التنمية الريفية بولاية العصابة السيد محمد دنول. السيد أهلا بكم ضيفنا الكريم، كيف تنظرون إلى النتائج المتوقعة هذه السنة من حصاد المحاصيل الزراعية خاصة الزراعة المطرية وزراعة السدود؟ شكرا سيد التلفزيون الموريتاني على هذه الفرصة. نحن هذه السنة قامت وزارة التنمية الريفية بتوجه رسمي وإرادة صادقة لرفع مستوى الإنتاج في المناطق الإنتاج، مستغلة تنظيم المتميزة لهذه السنة. إذن قامت بتوفير المنتجات للمدخلات الزرع، المدخلات الزراعية. وتوفير طواقم إرشاد لمناطق الإنتاج. وضبط الساحات المزروعة.
وكذلك قامت بعض الزيارات الميدانية، تخللتها زيارات متقاربة للسيد الوزير وطاقمه للتأكد ومواكبة هذا النشاط المتميز لرفع المردودية هذه السنة. لذلك وفرت الوزارة للمنتج وفرق متنقلة لحماية المزارع من الطيور والجراد والمدخلات الأساسية لمحاربة الآفات التي تضر بالمزارع. سيد المدير، هل سجلت عليك طيور؟ هل سجلت آفات زراعية هذه السنة على مستوى الولاية؟ وماذا عن حملات تلقيح المواشي إذا كنتم تسمعونني؟ ظهرت بعض أسراب الجراد في بعض المناطق وتدخلت فرقة محاربة مكافحة الجراد في الوقت المناسب وتم القضاء عليها. كذلك تتوفر بعض المبيدات الأساسية مع فرق ميدانية لحماية المزارع من أجل آفة طارئة. أما في مجال الصحة الحيوانية أو الحملة التلقيح، الولاية عندها 10 فرق تلقيح مقسمة على الولاية حسب تواجد كثافة الحيوان، وكل فرقة تكون من 4 أفراد، لأن هذه السنة زادوا الفرق، لأن عرفنا في بداية موسم الخريف بعض الأوبئة اللي ظهرت في قطعان الماشية في هذه المناطق. أشكرك. تم السيطرة على هذه الأمراض، والآن فرق الصحة الحيوانية تقوم بعمليات التلقيح في جميع المقاطعات والنتائج جد ممتازة. نعم السيد محمد السيد المندوب الجهوي لوزارة التنمية الريفية، شكرا جزيلا لكم، حدثتمنا من مدينة كيفة. نتحول إلى ولاية أدرار، حيث تحرص المؤسسات العمومية على تطبيق الإجراءات الاحترازية وسط العاملين فيها ومرتادي هذه المؤسسات التي تستقطب أعدادا كبيرة من المواطنين، ويكثف القائمون عليها من جهود التعبئة والتحسيس في ظل انتشار الموجة الثانية من وباء كورونا في بلادنا. حرصا على سلامة المواطنين وتأمينهم من الإصابة بكوفيد-19، اتخذت المرافق العمومية بمدينة أطار حزمة من التدابير الوقائية تشمل النظافة والتعقيم وفرض الكمامات أو ما يعادلها على العاملين بها ومراجعي هذه المراكز، إضافة إلى إلزامهم بالتباعد في انتظار الدور، وتجاوبا مع القرارات التي أعلنتها السلطات العليا في البلد، عملت الإدارات الجهوية إلى تقليص العمال مع البقاء على ما يضمن استمرارية العمل داخلها. قسمنا العمال شورى كيبين، شورى فريقين، لياكنا نخفوا من تواجد العمال، وبالتالي عاد كل بيرو فيه إلا عامل واحد والثانيين يعودوا دورية ثانية فيها مرحلة ثانية. في كل يوم يطلع فريق من العمال، وعندنا المعقمات والكمامات اللي فارضين على كل عامل، لا بد من يعود عنده كمامه، لا بد من يعود يستخدم المعقم. وضع الكمامات إجباري على جميع المواطنين، والعمال اللي يشتغلوا هون مفروض عليهم على أنهم يتباعدوا اجتماعيا ويقصوا يديهم وفم معقمات، ملزمين على أنهم الإدارة موفرة معقمات تعقم بهم يعقموا بهم الناس يديهم. احنا اولا اي قادم علينا الله يسبق في المعقم عند الباب ويدير منه الشفيدي معقم يدي، في حالته عنده كمامة يتفضل يقول قايته، في حالته ما هي عنده يقدموا له كمامة، وحد لا يبدأ معه الحديث لين يفوت يدير الكمامة، ونعود احنا مريدين الكمام يبدأ معه الحديث.
حالة فهم تبادل ملفات ولا أدوات ولا شيء. عندنا المعقم معقم ويدينا سابق تناولوا ملفات الزائر. إجراءات يتعاطى معها غالبية المراجعين بقدر من الإيجابية، رغم ما يلاحظ لدى بعضهم من عدم الانسجام بتلك الإرشادات الصحية. الناس محترمة من الإجراءات عند الأماكن الاقتضاء، وشفتم ولي الناس اللي ما هي محترمة هذا كامل كله خالي، يغير بعض نفهم اللي يحث لأنها من يعطي الناس تمتثلها وأمر الدولة والعلم من حولها كامل إذا انتشر فيه. ما شاء الله الحضور هون ما شاء الله جيد، ما شاء الله الناس هنا يا ما شاء الله متباعدة، اللي داير كمامة دايره وما دايره داير اللزام الحمد لله، وقاعدين حذرهم واحتياطهم كامل الحمد لله لازم. والله الناس هون مخلعة من الكورونا، والله إلا مخلعة منها وقابل الحذر مولي، لأن يوم رقوا يتلثموا ولين يرجع عمل يقبض يصابوا ونسق ليجيهم ويسق لتركتهم ويجيهم مخالعين. وتشهد المراكز العمومية بولاية أدرار إقبالا كبيرا من لدن المواطنين، الأمر الذي يفرض الكثير من التقيد بالإجراءات الاحترازية في هذه الظرفية الصحية الخاصة. الشيخ الحميدي، الموريتانية، أطار. يبقى معنا الشيخ الحميدي من أطار. الشيخ، ما الجديد على مستوى ولاية أدرار، وهل سجلت حالات إصابة خلال الساعات الأخيرة بكوفيد 19 هناك؟ نعم، مساء الخير. بت بالفعل الجديد هنا على مستوى مدينة أطار هو أنه يوجد حتى اللحظات 4 حالات، ولله الحمد حسب ما أكدت لنا الجهات الصحية اليوم تتماثل للشفاء، وهي الآن موجودة في منازلهم وتتلقى الرقابة من طرف الجهات الصحية هنا. لم تسجل منذ أيام ولله الحمد هنا على مستوى مدينة أطار أي حالة جديدة، أو على مستوى الولاية بشكل عام ولاية أدرار أي حالة من وباء كوفيد 19، وهو أمر في الحقيقة لم يأتي من فراغ بعد تكثيف الجهود التحسيسية من طرف السلطات الإدارية والأمنية، وكذلك جهود المواطنين ومنظمات المجتمع المدني وتعاطي السكان هنا مع هذه الإجراءات الاحترازية، وهو ما لمسناه اليوم حيث يعني شاهدنا من خلال عدسة الموريتانية، من خلال التقرير الذي شاهدتموه الآن الذي نرصد فيه مدى احترام هذه الإجراءات داخل المؤسسات العمومية التي تستقطب عديد المواطنين، خاصة مثل الحالة المدنية وكذلك مكان مقر الخزينة هنا، وكذلك ممثلة الشؤون الاجتماعية الطفولة والأسرة هنا على مستوى هذه الولاية، هذه المناطق التي أو هذه المؤسسات التي تستقطب أعدادا كبيرة. وهو يعني لاحظنا من خلال هذا التقرير الذي أعددناه اليوم أن هناك احترام وتجاوب كبير مع هذه الإجراءات الاحترازية من طرف المواطنين، حيث أكد لنا القائمون على هذه المؤسسات أنه تم بالفعل تقليص أعداد العمال في هذه الفترة الحساسة، وكذلك لا يسمح للاقتضاض داخلها من طرف المواطنين، وهو الأمر الذي لا شك أنه حسب ما تؤكد الجهات الصحية أنه يساعد في عدم انتشار الوباء. ولله الحمد بشكل عام ولاية أدرار لا جديدة هنا ولا غريبة، ولله الحمد الأوضاع مستقرة، ولله الحمد والحالة الصحية جيدة. شكرا جزيلا لك سلمو الحميدي، عفوا شيخ الحميدي، كنت معنا من مدينة أطار. وإلى ولاية داخل تنوادب، حيث دخلت المشاهد التمثيلية القصيرة على خطى عمليات التحسيس والتعبئة بالمدينة لمواجهة الموجة الثانية من جائحة كورونا. ويقوم شباب من جمعيات غير حكومية بالمدينة بإعداد هذه الإسكتشات حول أهمية اتخاذ التدابير الاحترازية إسهاما في حملة الوقاية من كوفيد 19. في خضم حملات التحسيس والتوعية على مستوى مدينة نواذب للوقاية من تأثيرات الموجة الثانية من جائحة كورونا، تتعدد الوسائل التوعوية حول ضرورة اتخاذ تدابير السلامة ضد كوفيد 19. مشاهد تمثيلية قصيرة ترسم جوانب من أهمية الوعي بالمخاطر الناتجة عن عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.
عدلنا فكرة عن هذا اللي قالوا فيروس الكورونا، لأن الوسيلة الوحيدة اللي نقدر وصل بها رسالة للمجتمع عن طريق التعبية والتحسيس هي السكتش، به الإنسان قد يفهم قضية عن طريق تمثيل، ما فهمها عن طريق أنك تجي وتعدل معه حوار عن هذا المرض. الهدف عندنا من ذا العمل عن نوعو المجتمع، لأن هذا الوباء هدد الناس اللي متمنا نحن وقومنا نحن، وبيك المناسبة الوسيلة الوحيدة اللي اخترنا نحن وصل بها هاي الرسالة عن نتوجه الشارع المسرح. أنا دوري في السكتش ربة أسرة قاعدة، وهذا المرض الخطير اللي قالوا كورونا ما عندي قاع عنه أي خبر، قاعدة ونعيط اللي عليات ونجمعهم علي كيف ذي الخارج أركتيا في المجتمع ما هو قاع في راسي اللي هو كورونا هذا، ونجمع علي الخارج الأكياس والطيحات والعصار وهذا، والتركم خليتهم ماشيين يلعبوا، ولين يجيني حد يقول لي كورونا كورونا ما هو خارج، أحد اللي إشاعاته اللي هو هو خارج بعد، وتفوبي مرض خطير ومرض تفوبي يارتنا كاملي نعسوا منه به اللي خطير، ويارتنا نتبعوا إجراءات وقاية دونه كيف ما نمرق منا دارين كمامات تباعد أساسي. مجموعات شبابية تتوزع على الجنسين قررت الإسهام في المجهود الوطني المقام به لتصدي لهذا الوباء العالمي بواسطة التمثيل. عدرين وياش معدرين ياك وعوا الخلق وعوا الشباب، فهمت نحن كشباب قمنا معدرين ذا الفيلم تمينا قاعد جينا جاتنا فكرة عن نعدرو تمثيلية عن كورونا، كورونا موجود، واحدين يقولون ما هو خالق، واحدين يقولون خيال، واحدين يقولون ده شي معدرته الدولة هو خالق حقيقية، فهمتوا ما عادين وياش ما عادين توعية الشباب. دوري في ذا السكتش اني صديق الأسرة اللي كانت سابقي وطلع لي صاحبي وقال لي نجيه، وجيناه غير جيت وجبرته في حالة ما أنا طارحين البال لشي، لاجنة توعدنا على بابنا فيه ما أنا شاكل أنه في شي ضار. دور الفن يلا كل واحد دور الفن هون شيء هو تحسيس وتوعية. مواهب فنية تعكس قدرة الشباب، طليعة المجتمع على الخلق والإبداع فيما يمس اهتمامات الناس ويصل لها بكل يسر وسهولة من خلال توظيف رسالة الفن الذي يلامس الوجدان والضمير الوطني في وجه التصدي لوباء كورونا ومنع انتشاره بحاضرة البلاد البحرية. الفاغاوي للشيباني، قناة الموريتانية، نوذب. بالعودة إلى مدينة كيفا، أطلقت السلطات الإدارية والبلدية مساء أمس من النقطة الصحية في أدباي بالمدينة حملة لتغذية الأطفال من 6 إلى 23 شهرا. تهدف هذه الحملة إلى توزيع غذاء تكميلي على الأطفال الرضع لزيادة المناعة لديهم. وأكد مستشار والي الأعصاب المكلف بالشؤون الاقتصادية والتنمية المحلية السيد أدم حسن أردو جاء على أهمية هذه الحملة في هذا الموسم. بدوره أبرز عمدة بلدية كيفا سيد جمال الأحمد طالب ضرورة العمل على مواصلة هذا النوع من الحملات، ويشرف على الحملة مشروع BMZ عن طريق مجموعات متخصصة في تغذية الأطفال حديثي الولادة. إذن إسماعيل وصلنا إلى ختام النشرة، يجب أن نذكر بالعناوين. طبعا إلى العناوين. الوزير الأول يترأس اجتماع للجنة الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للوقوف على مستوى تقدم المنظومة الوطنية في مجال حقوق الإنسان. وزارة الصحة تتسلم مساهمة طبية من دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم مجهود بلادنا لمحاصرة وباء كورونا. مجهودات التعبئة والتحسيس في جميع ولايات الوطن مع تنوع في الأساليب وتشابه في المواطن. لأن بإمكانكم مشاهدينا متابعتنا والتواصل معنا عبر موقعنا على الإنترنت، وكذلك عبر صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. كما يمكنكم أيضا متابعة بثنا على عبر الموجة الترددية 101.9. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء. إلى اللقاء.